Dinoski. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. يا إخوتي بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنا لابنة فرعون، مختارا الشقاء مع شعب الله على التمتع الوقتي بالخطيئة، ومعتبرا عار المسيح غنى أعظم من كنوز مصر، لأنه نظر إلى الثواب. وماذا أقول أيضا؟ إنه يضيق بي الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصمئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا الممالك وعملوا البر ونالوا المواعد وسدوا أفواه الأسود وأطفأوا حدة النار ونجوا من حد السيف وتقووا من ضعف وصاروا أشداء في الحرب وكسروا معسكرات الأجانب وأخذت نساء أمواتهن بالقيامة وعذب آخرون بتوتير الأعضاء والضرب ولم يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضل وآخرون ذاقوا الهزء والجلد والقيود أيضا والسجن ورجموا ونشروا وامتحنوا وماتوا بحد السيف وساحوا في جلود غنم ومعز وهم موعوزون مضايقون مجهودون ولم يكن العالم مستحقا لهم وكانوا تائهين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد لأن الله سبق فنظر لنا شيئا أفضل أن لا يكملوا بدوننا. سلام لك يا أيها القارية والجميع الشاب. وكيف تكامس؟ Wisdom attend, let us hear the Holy Gospel. Peace be to all. Faslan Sharif من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر لنصغي في ذلك الزمان أراد يسوع الخروج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس فوجد فيلبس نثنائيل فقال له إن الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء قد وجدناه وهو يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة فقال له نثنائيل أمن الناصر يمكن أن يكون شيء صالح فقال له فيلبس تعال وانظر فرأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه وذا إسرائيلي حق لا غش فيه فقال له نثنائيل من أين تعرفني أجاب يسوع وقال له
قبل أن يدعوك فلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة آمنت. إنك ستعاين أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، إنكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن البشر. All the other boys outside.